طب مين يا جماعه بيمل اسرع، الراجل ولا الست؟ الراجل بيمل اسرع طبعا. الراجل طبعا، مع ان المفروض الست، لان الست في الاغلب ان هي قاعده في البيت ما فيش فيه فرايتي زي الراجل، بيتها بتستقر وتتاقلم وتمشي حالها ويعني وبين. على فكره الست ما بتملش، بس انا يا جماعه مش اتفق معاكم ان الراجل هو اللي بيمل. لا الراجل بيمل اكتر. انا بيتهيالي ان الست هي اللي بتمل اكتر. لا الست بتتسلى مع العيال حتى لو تبان زهقانه ومخنوقه، العيال بيسلوا وتفاصيلهم وبتاع مرهقين جدا، لكن الملل اصله شيء قاتل. خدي الست ما عندهاش وقت. انا بقول لك يا هدي تاملي شكل الاسره وهي وهو الراجل اصلا تلاقيه عايز يستقر اكتر، وطب يلا ننزل، طب نزور ماما ولا نعمل حاجه، لا مش قادر، طب هتعمل ايه؟ هنام. اللي هو يوم الاجازه هو مش فاهمه صح، ويبحث اكتر عن انه الامور تبقى ساكنه. هي اللي بتبقى عايزه تجدد، صدقوني الست بتبحث اكتر عن تجديد الحياه اكتر من الراجل، بس بدافع انها بس عايزه تجدد، مش بدافع يمكن انها زهقانه. يعني عايزه تجدد يعني عايزه جديد في الحياه. لا بس هي الشكوى دايما، الشكوى دايما يقول لك الراجل بيبقى عايز يخرج وعايز يعمل وعايز ينطلق، والست هي اللي طب اقعد، طب عايز ينطلق مع اصحابه يعني لوحده طبعا مش مع الهان. بحس ليه قلت الراجل بيمل اكتر؟ عشان بحس ان الراجل بيمل من العلاقه بسرعه، ممكن يمل من الست اللي معاه فيبقى عايز يجدد. بحس انه شكل الملل بتاع الراجل بيبان قوي في حتت معينه. الست صعب قوي تيجي تقول لك اصل زهقت من جوزي قوي، اصل مليت من، هو ممكن يقول انا زهقت من مراتي، انا عايز اتجوز، انا عايز اغير. برضو المجتمع رباه على انه يقول، لكن هي لا ممكن. هي تبقى ست مش كويسه لو قالت كده. ممكن تقول لك زهقانه، زهقانه اليومين دول مش عارفه في ايه، زهقانه دي اللي هي بقى يعني جابت، بس تلاقيها دايما هي بتجدد حياتها.